السلام عليكم حمقى التيم شو معنا فيديو استعراض للجيش المصري قوة قادر 2020. القوة دي بتستعرض كل مصر كل سنة بتستعرض قوتها في الجيش البحر والجو والبري. يلا نبدأ الفيديو، عودناك تشترك في القناة نص الى 1000 مشترك وضغط لايك نص الى اكبر عدد من اللايكات. يلا نبدأ الفيديو. بدينا الفيديو استعراض الفرقاطة وحاملات الطائرات والمدفعيات. هو ده كل دي اول فيديو، لسه هو استعراض لسه جبنا كل حاجه. القوات البريه، الدفاع الجوي، شوف الطيارات دي والغواصات لسه جايه. طيارات مصر لسه جايه الدنيا عشان قوه مصر دي التاسعه عن العالم. شوف التاسعه وهي الاولى في الشرق الاوسط وافريقيا كلها. شوف القوه البحريه، الصواريخ، شوف اللانشات للطائرات الفرنسية، القوات الخاصة، الباراشوت، الغواصة، الفرقاطات. الفرقاطات دي بتكون في من أيام الحرب العالمية التانية، وفي فرقاطات الوقت الجديد. دي طيارات الأباتشي الأمريكية. دي الفرقاطة كانت ورد، دي فرقاطة حديثة. يقول قوات الدفاع الجوي، شوف القوة عاملة ازاي. دي برضه صواريخ للطيارات الاباتشي. دي بترمي السفينة، بترمي توربين تحت المية من ورا قادر 2020. حماية الوسط. بعدين الفيديو القوات البرية، القوات البحرية، دي من القوات الصاعقة البحرية، ودي حماية الطائرات جمال عبد الناصر. دي بقى ايه، دي بتكون جوا حماية الطائرات، الناس بيكونوا فيها، ودي بنزلهم على البحر عشان السفينة بيكون لها خطورة ان هي تروح على الشاطئ. دي الطائرات الاف 16 والدبابات، دي الدفاع الجوي. يعني قوة مصر ديت قوة لا تقارن في الشرق الاوسط. في المنطقة الشمالية العسكرية، بس كل سنة بيكون في مناورات لمصر عشان ايه تثبت نفسها في الشرق الأوسط. جهاد دلوقتي تسعى العالم، يعني أقوى من تركيا وأقوى من إيران. بص بحملوها عربيات ودبابات. ماشي. دي برضه كتيبة الصاعقة، دي الكتيبة. شوف يعني بص وراها حماية الطيارات. حماية الطيارات دي ايه؟ فرنسية. حماية الطيارات الوردي مصر الى حمايتين طيارات فرنسية، الى حمايتين طيارات مش عارف تسع غواصات. دي قوات الصاعقة. دي برضه تدريب، دي برضه في البحر المتوسط. دي كل ايه عشان مناورات عشان تركيا ودولهم. دي الطيارات اللي مصر اتعاقدت معاها جديدة، دي الطيارات جديدة. دي بقى المراكز بقى بتاعت العمليات وكده، وتشوفهم بيتدربوا وكده. ودي الغواصة، قوات البحر. دي بقى فرقاطة. دي بقى ايه بيحمي بقى ايه البحر المتوسط، الجبهات كده، عشان لو في جبهة ايه على ليبيا في ضرب هناك كده، لازم مصر تحافظ على الأمن بتاعها. دي الغواصة، عندك الفرقاطات الحديثة كمان ايه بترافقها الغواصات. في من الغواصة ضرب الصاروخ، توربين، ضرب التوربين. ده التوربين دي مش عارف بقول لك بيمشي 150 كيلو، يعني مسافة طويلة أوي. دي برضه بتاعت الفرقاطات الطيارات مؤاخذة. دي برضه الطيارات، دي الطيارات الجديدة، طيارات مصر هي جديدة، مصر متعاقدة معاها هي والطيارات اللي اف 4 عارف، طيارات روسية دي جديدة، مصر هي بقى جديدة. قصدي توربين عشان ايه يصيب الغواصات. دي الفرقاطات الجديدة، دي توربين جوي تنزل من طيارة هليكوبتر عشان يجيب الغواصات من تحت على طول. دي بدون تدريبات، دي في البحر المتوسط، وفي تدريبات برضو ايه بتكون ايه على البحر الاحمر. دي وزن لانش، في كسح الالغام،
دي برضه في القاطع. بشوف التوربين دي قوات السائقة. شوف عربية جدين الواحد تلات تسعات كتاب. اللي واحد تلات تسعات كتاب ديت دي القوة الرئيسة لمكافحة فحت الإرهاب في سيناء. القوة تلات تسعات دي. شوف دي العربيات بتحمل جوه الطيارة. شوف دي القوة السائقة للطيارة الروسية اللي بتحمل الجنود وكده، اللي في تعزيزات عايزين يودوها بلاد بره. كوب الطيارة الروسية ديت طيارة هليكوبتر، فاهم ازاي؟ شوف بقى دي حملات الطيارات بتجيب ازاي، عشان حملات الطيارات دي مش ينفع تروح على الشاطئ هناك، دي بقى بتجيبهم على طول. شوف دي كلها تدريبات عشان مصر لازم تنافسها في الشرق الاوسط. الطيارات الاباتشي. كنت غزو من الاشتراك نص الى 1000 مشترك، وضغط لايك نص الى اكبر عدد. ومع السلامه.